السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية التفاح في المنام للميت، سواء أكل الميت، سواء أعطان الميت، سواء أخذ مني التفاح. تابع الفيديو ده وانت تعرف الرسالة المهمة اللي بيحملها هذا المنام. لو رأيت ان الميت يأكل التفاح وكان سليم ويحمله في المنام وكان هو بحالة جيدة، اعرف ان الرؤية بتدل على ان الحالم في منزلة الجنة بإذن الله تعالى. كمان رؤية ان الحالم رأى ان الميت بيأكل تفاح وأعطاه مما أكل، فالرؤية هنا بتبشر الحالم بالخير في حياته وكمان بالحسنات اللي بياخدها. وكمان رؤية ان الميت يأكل تفاح بيرمز الى النجاح والمكانة العالية والأخبار السارة، سواء للحالم او لأهل الميت نفسهم. اذا اعطى الميت التفاح للحالم فالرؤية هنا بشرى بالرزق الكثير جدا، سواء الرزق هنا في التجارة، في الدراسة، في مشاريعه، في الزواج. لو رأيت ان الميت اعطى تفاح للحالم فهنا الرؤية بتدل على الشفاء للمريض، بتدل على التمتع بصحة جيدة، بتدل على الرزق لمن طالب الرزق. اذا اعطى الميت التفاح الفاسد للحي فالرؤية هنا بترمز الى ان الحي سوف يمر بهم ومرض، خسارة، ضائقة، ازعاج على حسب حالتك الاجتماعية. يدل حلم طلب الميت التفاح من الحالم في المنام على ان الحالم مأثر جدا في اهل الميت او في الميت نفسه، وانك ما بتدعيش ليه وبتوصل ليه صدقات، فهو هنا بيفكرك بنفسه او بيفكرك باهل الميت انك تسأل عليهم وتصل رحمهم. طلب الميت التفاح من الحي ربما يكون عليه ديون وحابب ان هو ينبهك ان انت تسدد الدين ده. كمان بيدل اعطاء الحي التفاح للميت في المنام، لو اخد التفاح منك غصب عنك اعرف ان انت هتتعرض لخسارة، اعرف ان انت هتتعرض لعجز، لمرض، لفراق، لفقدان شخص عزيز عليك. اما لو اعطيت للميت التفاح وانت مبسوط وبرضاك اعرف ان انت هتوصل للميت يا اما صدقة يا اما هتوصل لاهل الميت انك تسأل عليهم وانك تصل رحمهم. فالرؤية هنا بتدل على انك بتخدم الميت وبتريحه في قبره.